سميرة، وانت يعني في يوم المرأة العالمي وبعديه بقى يوم المرأة المصرية، بس بنبصي على المرأة في العالم العربي ازاي؟ يعني انت غنيتي في المسيرة بتاعتك كلها اغنيات لقوة المرأة، لاستقلالها، لحريتها، لحرية مشاعرها، لحرية اختيارها، لكن انت شايفة وضع المرأة عامل ازاي في العالم العربي؟ بصي، هي في خطوات تمت، لكن في خطوات اكبر وحاجات اكتر لازم تحصل عليها المرأة. يعني في حاجات كتير قوي لسه قدامنا مراحل كتيرة قوي. يعني ايه اكبر تحدي بيواجه المرأة العربية في رأيك، او في الست عموما يا سميرة؟ بصي، هي كل بلد على حدة. يعني لما تيجي تشوفي مثلا تونس هتلاقي الوضع احسن، لما تلاقي المغرب برضو يعني اقل بس احسن من اماكن. في مصر ابتدين يعني برضو، لا مصر سباقة طبعا، يعني لو المرأة يعني خدت حقوق كويسة. لسه قدامنا حاجات كتير قوي، سواء كان في الشغل، مساواة في الأجور، المساواة، يعني يبقى في مساواة في كل حاجة. يعني إنه الست إن هي نصف المجتمع ولازم تحصل على حقوقها كاملة، سواء كانت مادية معنوية، يعني كرامتها. وكويس انه كمان في حاجات كتير قوي بتحصل في العالم، تحركات العالم ناحيه التحرش كمان، الحاجات اللي بتحصل دي كلها، دي حاجات كلها مهمه قوي انها تحصل، انه ندعمها. يعني حتى في العالم كله، مش بس يعني اللي حصل، الموضوع التحرش ده، يعني النهضه اللي حصلت تلاقيها في امريكا، تلاقيها وفي مصر كمان، ناس كتير قوي بقت بتناهض وبتتكلم عن تجاربها الشخصيه، ودي حاجه مهمه قوي. يعني فالمراه دايما الجزء الحقيقي اللي هو الغلبان في الموضوع. صحيح. يعني احنا لازم نستنهض الهمه طول الوقت، ونقول انه المراه هي قدها، وهي يعني نصف المجتمع، وهي لازم تبقى منتجه يعني بنفس قدر انتاج الراجل، يعني وهي فعلا قدها زي ما بيقول. يعني الحفلة ايه، يوم 8؟ لا، يوم 9، يوم الجمعة ان شاء الله. يوم 9، يوم 9، الجمعة، يوم 9 في الازهر بارك. طيب تقولي ايه الازهر للمرأة بارك. بقى انا في عايزة جدا، في عايزة عيدها جدا بقى، بالموضوع ده، ما تخلينيش قد ايه متحمسة له قوي قوي قوي. هتغني ايه يا سميرة؟ بصي، هغني مجموعة من الحاجات القديمة والحاجات الجديدة طبعا. يعني انا شايفه ان معظم شغلك بقى فيه رقص، بقى فيه فرقه، بقى يعني بقى الموضوع مش سميره واقفه قدام مايك، سميره في شو. المره دي مش هنعرف نعمل شو بالشكل اللي عملته في كذا حته، لانه بس انا عامله مع الفرقه، بس احنا هنتحرك، هتلاقيني برضو يعني الموضوع في حركه يعني، بس مفيش فرقة رأس المرة دي، ما لحقناش نعمل كده. بس إن شاء الله أنا بحضر الحفلة كبيرة قوي إن شاء الله، بقول لك عليها. طيب. فيها تابلوهات كتير قوي، وده التوجه إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله. يعني أنا بشكرك، بحييكي على كل مواقفك المناصرة للمرأة العربية عموما.